وكرة لهنا يمشي غشة 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 غشة، فرصة ضربة جزاء، ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي. غشة برشا بيرسيفيرونس، يشد صحيح غشة ويتبع كورته للاخر ويراوغ بالحارس وقعتو قعتو، يقول ما فماش نقاش، ضربة جزاء للترجي. ياسين يتقدم، ياسين رويدا رويدا، ياسين مرياح ويتصدى، لا ياسين يتصدى ديالو، معليش مش مشكل مش مشكل، الفرص موجودة وتنسجل بإذن الله، يتصدى يربح الجوال. حسام غشة، حسام حسام في الديزويت، حسام غشة روتري روتري، شفما الحكم، ضربة جزاء، ضربة جزاء ثانية، قاتو قاتو معها ورقة صفراء، ورقة صفراء على ما أظن للاعب رقم 8. فرصة أخرى للترجي الرياضي التونسي لتسجيل هدف، حسام تقاي بروجيتي وفي في الديزويت يتقدم، أمين توقاي، أمين توقاي، والهدف الأول، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. 27 دقيقة لعب، الثانية ثابتة، محمد أمين توقاي يفتتح النتيجة للترجي الرياضي التونسي. بداية أكثر من ممتازة، شفنا فيها كل شيء، فرص، بينو ضايع وبينالتي في الشباك، تراوري هذه ما عندك ما تعمل لها يا تراوري، كرة في الشبكة، هدف يلا هجوم معاكس، محمد أمين بن حميدة وتمريرة ناحية بن حمودة، متسلل بن حمودة، متسلل بن حمودة، والله ولو أشك أنه تسلل في العملية الأخيرة، عرفت كان عندنا الرالونتي، بن حمودة يسجل هدف أبيض، ارفع الكرة بال